هناك الدستور المغربي سنة 2011. صراحة قضيت مسألة إعاقة باهتمام خاص في الدستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التبييض على أساس الإعاقة ودخلت الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد المغرب تصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها اختياري لسنة 2009 على التزامه التام بتوثيق مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعل الاتفاقية الدولية كما صدق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور تسمو على التشريعات الوطنية. كذلك القانون رقم 10.3 المتعلق بالوجهيات ولنصف المادة 1 اعتبر الجنايات والطرقات والفضاءات والوسائل المختلفة سنة الولوج إذا أمكن لشخص معاق دخولها والخروج بها وتحرك داخلها واستعمال مختلف مناطقها واستفادة للجميع المخصصة أنها تنفيذها. ورغم صراحة هذه الفكرة القانونية سواء على مستوى الدولي أو الشريعة الوطنية فإن واقع أشخاص ضعاف البصر مكفوفين لا يجب استثمارهم، حيث ما يقال السنة على اعتماد بنك المغرب ميثاقا جديدا يهدي إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمة البنكية. عبر اتفاق تدابير ترم وتسهيل والفصل ذوي الإعاقة إلى بناياتها التحتية خاصة الوكالات والشبابيك الآلية وتطوير الآليات ومنصة رقمية. ورغم التزام والمصادقات من مجموعات البنوك على هذا الميثاق صراحة فإن تنفيذه على أرض الواقع لم يفعل إلا القليل، حيث إن فئة كبيرة من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر تعاني من مجموعة من المشاكل الحقيقية التي تحد من المشاركة الفعالة والكاملة في الولوج إلى الخدمات والمعاملات البنكية. لعل أبرزها إقدام الوكالات البنكية على تثبيت جيل جديد من صارفات الآلية التي لا تراعي ضمان استقلالية الأشخاص المعاقين بصريا وحماية معطياتهم الشخصية. هناك بعض الوكالات البنكية تواصل فرضية شروطا صعبة على المكفوفين وضعاف البصر الذين يرغبون في فتح حسابات بنكية، كما أكد الدكتور إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا من فاس جمعية منطقة العزيمة وجمعية المجتمع المدني للمكفوفين هنا، جمعية أيضا مستقبل كثيف للثقافة والتنمية فاس كنضبوا واحد الندوة من أجل يعني التطرق الإشكال اللي كيعانيو منه طبيعة حال المكفوفين، ولوج المكفوفين للخدمات البنكية، الإكراهات والتحديات بطبيعة الحال. صراحة أتبقى أكثرهم بأنهم كأمية وطنياً وطنية تجسد حماية حقوق الإنسان، ولكن أين يتجلى دورهم من أجل تفعيل وتنزيل هذه المسطرة لولا وقفات ونضالات الإخوان المكفوفين وضعاف البصر. وبالتالي نتساءل عن ما هي الإجراءات والتدابير الممكنة التي تتخذها القطاع الوطني لإنصاف هذه الفئة من المواطنات والمواطنين. وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ محمد العطلاطي على هذه المداخلة القيمة، والآن ننتقل إلى المداخلة الموالية. إذا متابعينا دائما معكم في هذا البث المباشر أكيد هنا من مدينة فاس، جمعيات المكفوفين بطبيعة الحال دايرين ندوة تحت عنوان ولوج المكفوفين للخدمات البنكية، الإكراهات والتحديات. شنو الإكراهات اللي كيلقاها المكفوف من أجل الولوج للخدمات البنكية؟ أكيد احنا معكم دائما في بث مباشر وغنحاولوا ناخذوا تصريحات بعض لحظات ديال جمعيات المجتمع المدني هنا على مستوى مدينة فاس. المهم الإخوان في انتظار ما سي محسن يدد الأمور ديالو كعادته كتعرفوا هو تلقائي كيعيش ساعة ساعتها، ندردشو معكم شي شوية في هذا الميثاق البنكي
اللي هضرنا عليه واللي كان السبب ديالو كما كتعرفوا هو ان نرجعوا شي شويه دابا ان واحد الاخ في الدار البيضائيه لم يكمل الحلم، كانت مشات واحد المره باش تاخذ لاكارت ديشي ديالها من باريس بنك وتمنعات. شوفوا هنا اكيد استقبال السلام عليكم. بحال هذه نخلطوهم كاملين هنا كتشوفوا بطبيعه الحال متابعينا المهم شي واحد يعطينا شي تصريح. السلام عليكم خويا تبارك الله عليك بخير دابا عليك انت مزيان هاني كان الميكرو خويا تحياتي ليك تبارك الله عليك. تفضل خويا السبب ديال الحضور ديالكم ولا التواجد ديالكم بطبيعه الحال هو ندوة قربنا من المخرجات ديال الندوة. السلام عليكم ورحمه الله. اول حاجه كنشكر القناه ديال شوف تي في على التغطيه ديال هذا الحدث. هذه الندوه هي جات كنتيجه للتجاهل للمؤسسه البنكيه للخصوصيات المكفوفين وضعاف البصر على الخصوص. كان هناك جدل واسع حول حق المكفوفين في الولوج للخدمات البنكيه، وكان صدر واحد الميثاق لتهدئه الاوضاع اللي هو لا شيء، مازال المعامله هي. فالجمعيه ديال المستقبل الكفيف وملتقى العزيمه قررت باش دير واحد اليوم دراسي باش تجمع فيه بين المؤسسات اللي عندهم دخل في هاد المساطر القانونيه وبين المكفوفين وبين الاشخاص العاديين. علاش؟ باش المكفوفين يعرفوا الحقوق ديالهم والاشخاص الاسوياء يعرفوا ما مدى تطبيق القوانين في البلاد ديالنا، وباش البنك المغربي يوضح للراي العام هذا المشكل شنو الاسباب ديالو ولا شنو الحلول اللي كيشوفها هو مناسبه. فمؤسسه البنك المغربي رفضت الحضور لهذا الندوه، اللجنه الجهويه لحقوق الانسان رفضت هي تحضر لهذا الندوه، بالاضافه ان ارتئينا باش نوجهوا دعوه للتعاون الوطني بصفته كيمثل مؤسسه وصيه اللي هي وزاره الاسره تحتها هو رفض باش يشارك في هذه الندوه، وكنتاسفوا للرفض ديالهم. المطالب ديالنا حنا الا كان الدستور كيمنع التمييز وكانت الاتفاقيه كتعطينا حق في الاستقلاليه والقانون الاطار كيعطينا حق في الاستقلاليه، فكيف تجي القانون البنكي وكيمنع عليك هذه الاستقلاليه، كيحيد لك الاستقلاليه، كيقول لك الا بغيتي تدخل البنكه خصك شهود. كيفاش التناقض؟ علاش كاين هذا التناقض؟ ما يمكنلكش تدخل البنكه بلا شهود للاسف. علاش هذا التناقض كاين في القوانين؟ الا كنت انا كامل الاهليه راني كامل الاهليه، ما كنتش كامل الاهليه راه ما كاملش الاهليه. علاش الاتفاقيه كتقول لي انت كامل الاهليه والدستور كيقول لي انت كامل الاهليه ومن تجي البنك المغربي تقول لك خصك شهود؟ راه هذا مشكل. حنا بغينا توضيح للراي العام وبغينا حلول، لان دابا راه كاين التكنولوجيا وهاد التكنولوجيا راه كتخدم الشخص الكفيف بصفه خاصه، لان كتمكنوا من القراءه، كتمكنوا من الكتابه، كتمكنوا من الاطلاع على الوثائق، بالاضافه انهم يمكن لهم يدخلوا طريقه برايل في المنشورات ديالهم. هناك مجموعه الحلول، فعلاش القوانين غاديه وقانون البنك المغربي واقف؟ راه للاسف. وكنشكركم على الاستضافه. اذا سمعتوا مجموعه من المطالب بطبيعه الحال ديال اشخاص المكفوفين. خويا تحياتي ليك تبارك الله عليك. السلام عليكم. شفت عندك خويا قربونا من هذه الندوه هذه اللي مدخلين هنا، شنو الاسباب ديالها؟ شنو المطالب ديالها؟ السلام عليكم، تحيه طيبه لجميع مشاهدي شوف تي في. اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف الثالث من جانفي من كل سنة، جمعية مستقبل الكفيف للثقافة والتنمية بشراكة مع جمعية ملتقى العزيمة كنظموا هذا اليوم الدراسي في الفترة الصباحية. ندوة علمية يعني تتمحور حول الولوج المكفوفين وضعاف البصر للخدمات البنكية، الإشكالات، الإكراهات،
العراقي اللي كيلقاوها في الولوج ديالهم الخدمات البنكيه والاستفاده من الخدمات البنكيه. والفترة المسائية كذلك إن شاء الله غادي تكون أمسية ديال المواهب اللي كنحاولوا نبرزوا القدرات ديال الأشخاص المكفوفين. كذلك واحد المعرض، هذا المعرض اللي فيه مجموعة ديال الآليات والأدوات اللي كيشتغل بها الشخص الكفيف، يعني ثقافية ورياضية. كذلك نعود للندوة، الندوة كيأثروا واحد تسلة من الأساسدة الكرام، وحنا اليوم اللي بغينا نوصله هو أولا وكما يعرف الرأي العام الوطني والدولي بأن المعاق يعني يولد الشخص المعاق معاق مواطنا قبل أن يكون معاقا، يعني لا كنا كنهضروا على الحق ديالنا كمكفوفين للولوج للخدمات البنكيه، راه خصو يكون حق وطني قبل ان يكون يعني بحالنا بحال المواطنين الاخرين، وما يكونش واحد التمييز على اساس الاعاقه. لان اول شيء ملي كنلقاوه في البدايه بعد غير في الباب ملي كندخلوا، يعني كيكون واحد التعامل حسب الهوى ديال الاشخاص، مثلا حتى الموظفين ما كنعموش، ولكن راه الاغلبيه كنتلقاو مثلا يعني يجيب جوج ديال الشهود، لما ملي كنبغيو نفتحوا واحد الحساب بنكي يجيب جوج ديال الشهود. بالله عليك واش حنا يعني هذا راه تمييز؟ حنا ناس اللي كنسيروا في ادارات عموميه، ناس اللي كيقرروا في قضايا مصيريه ديال في مختلف الادارات العموميه وكذا، يعني حنا كناس موظفين كاساسيده كناس يعني اللي عندهم شواهد عليا وعارفين القانون. بالتالي هذه القضيه حنا كنعتبروها كاستصغار بالنسبه للمكفوفين وتمييز في حقنا حنا، وهذا الشيء يخالف لا الديباجه ديال الدستور لا المواثيق الدوليه لا التشريعات الوطنيه. وبالاضافه يعني التعامل بالنسبه للموظفين ما كاينش حق الاسبقيه، ما كاينش واحد المجموعه من الخدمات، واحد المجموعه من الحقوق ديالنا اللي اليوم كنبغيو نوصلوا رساله للبنك المغرب، يعني في علاقته مع المجموعه المهنيه البنكيه. حنا يعني نطالب بتفعيل وتنزيل على ارض الواقع هذا الميثاق هذا اللي جا نتيجه يعني الاحتجاجات والنضالات ديال الاشخاص المكفوفين. وحنا الى ما حاولوش باش يعني يصوبوا هذا الشيء هذا وما يقادوه كما نقولوا، راه غادي نواصلوا يعني الملتمسات ديالنا ونواصلوا النضالات ديالنا والاحتجاجات ديالنا من اجل تفعيل وتنزيل هذا الحق على ارض الواقع. شكرا. شكرا جزيلا. اذا المتابعين الكرام كما كتشاهدوا في اطار حقهم العادل والمشروع ديال انهم يتعاملوا معامله حسنه، مكفوف حتى هو مواطن مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه من حقه لانه يتمتع بالحقوق، فكينضموا هذه الندوه من اجل ربما تقريبكم من خدمات الولوج المكفوف نحو الخدمات البنكيه، ولوج المكفوف نحو الخدمات البنكيه، التحديات طبيعه الحال اللي كتواجههم متابعينا ومشاهدينا الكرام. نتمنى صادقين باش لان الرساله ديالهم تلقى الاذان الصاغيه. حياكم الله، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.